ثقة في الله وإرادة شعب قالها. عام واحد فقط. وكانت الإشارة التي فجرت طاقات العطاء لشعب محب للتحدي. في 192 ساعة فقط مول الشعب قناته الجديدة 64 مليار جنيه. كل شيء محسوب، فالفكر مصري والتخطيط مصري والجهد مصري. شعب لا توقفه جبال ولا تعوقه ملايين الأمطار من الرمال ولا تهزه الأحداث. نعم، إن كانت المعدات هي الأضخم هي الأحدث، إلا أن عزيمة الشعب هي الأكبر ليحقق أرقاما قياسية جعلت العالم ما بين منبهر وغير مصدق. المعجزة اللوجستية لمشروع قناة السويس الجديدة، نتائج عمليات الحفر الجاف 250 مليون متر مكعب من الرمال تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وكان الإنجاز غير المسبوق، 230 ألف متر مكعب، وهو ما يمثل أكبر معدل تكريك تقوم به كراكة واحدة في اليوم. 258 مليون و800 ألف متر مكعب إجمالي كمية التكريك في المشروع. إجمالي عدد العاملين بالمشروع حوالي 50 ألف عامل. من غير المعقول أن تحفر قناة جديدة على امتداد 72 كيلو مترا في 8760 ساعة فقط، وتتوالى الساعات والدقائق في انضباط والتزام ليبهر الشعب المصري العالم بقناة السويس الجديدة. أجرت هيئة قناة السويس عبورا تجريبيا للقناة الجديدة بواسطة ثلاث سفن عملاقة، وبعد نجاحه قامت الهيئات العالمية الخاصة بالنقل البحري بزيارة القناة وعبروا عن سعادتهم بهذا الإنجاز العالمي. لقد كان الكل على مستوى المسؤولية التاريخية بالالتزام بعطاء بلا حدود. واصلوا الليل بالنهار بكل عزيمة وإصرار تدفعهم رغبة في أعماقهم لتحقيق الحلم للوفاء بالوعد، حلم شعبهم ووعد رئيسهم. إن شاء الله زي دلوقتي لو كان لي عودة إن شاء الله نصير لهم العودة، نيجي ونفتتح المرحلة دي ونعبر قناة جديدة 35. يتحقق الوعد ويقدم الشعب المصري هديته للعالم، قناة السويس الجديدة. قدرنا في سنة واحدة. قدرنا. 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 قدرنا في سنة واحدة. قناة السويس الجديدة تغير خريطة العالم وتخدم الإنسان أينما كان. ولعل في مشروع قناة السويس الجديدة هدية الشعب المصري إلى العالم ما يؤكد على جدية هذا التوجه وعلى حرص مصر الجديدة على بناء غد أفضل لأبنائنا وشبابنا. قناة السويس الجديدة، التحدي، الوعد،
الهدية.